يوم الخميس 21 ذو القعده 1402 9 سبتمبر 1982 اول خط انتاج يتعمل في مصر، اللي بعديه في نفس التوقيت اتعمل في اسمنت حلوان واتعمل في اسمنت السويس. بدل ما يطور يقفل مصنع كان بينتج في ال 24 ساعة 18 و19 ألف طن، النهارده المصنع ما بينتجش 3 طن. برضه 3000 طن بينتجهم في اليوم. إن في إهدار للمال العام داخل شركة أسمنت ترى ومتعمد. من ساعة ما جه المستثمر دوت أوقف عندي مصنع الأكياس اللي هو بطاقة إنتاجية 60 مليون شكارة، أوقف عندي فرن 5 وفرن 7 بطاقة إنتاجية 750 ألف طن سنويا، أوقف عندي 8 طواحين أسمنتي بطاقة إنتاجية 1,800,000 ألف سنويا، أوقف بالنسبة لي لأسمنتي ترى تصدير يحق ليها أنها تحرك خط سكة حديد الوحيد في شركات الأسمنت على مستوى جمهورية مصر العربية، عندها أنها تقدر تنقل المنتج بتاعها من عطرين السكة الحديد. بتملك اسمنت ترى مينا نهري باسمها لو حبت انها تطلع المنتج بتاعها من عن طريق ان انت تطلعه. النهارده رئيس الوزراء السيد محلك بيدور على اراضي يعملها مصانع، لان عندنا مصنع جاهز، المصنع جاهز بمعداته، ازاي يقفله ونعمل مصنع جديد بعماله؟ في هنا في ادميه، في يعني عندنا عماله مهره بتفتح مصنع جديد واحنا عندنا المصنع عاوز يقفله؟ ده حرام. كان المصنع من فرن 1 لفرن 9 شغالين ساعه ما تعينت. المصنع الوقتي في أسوأ حالاته مع المجموعة الإيطالية. إذا كانت المجموعة الإيطالية جاية تلعب بالعمالة المصرية، إحنا مش موافقين على كده. عاوزين الحكومة المصرية تتدخل معانا وتستلم المصنع عشان إحنا نشتغل بجهد أكتر ونطلع إنتاج أكتر، ويبقى في أمل لعيالنا يشتغلوا بعد كده وعيان عيالنا. إحنا حالنا واقف وعيالنا متخرجين برضو حالهم واقف. المشكلة مش فينا إحنا، أنا خلاص عجزت، عندي كذا مرض، عندي دوالي، عندي قلب، عينيا بتوجعني، ثلاثة متخرجين عيالي مش شغالين وعيال زمايلي قاعدين. المجموعة الإيطالية جاية تخرب مصر. إن كان الناس اللي واقفة زمايلي دول يشهد على هذا الكلام، إذا كان المجموعة الإيطالية جاية تخرب في مصر، أرجو من الحكومة المصرية تستلم المصنع وتجيب له رؤساء مصريين عشان العمالة المصرية تنتج بجدية وتشغل الناس أولاد العمال وأولاد أولاد العمال، ومصر كلها تبقى في أمان. إنما يجوا المجموعة الإيطالية تلعب بالأراضي المصرية والعمالة المصرية والمديرين المصرية والانتاج المصري، ده حرام. احنا بنموت بالبطيء معاه. الدوله هنا ليها 18% وفي حوالي 18% او 20% صناديق خاصه وطبعا المكسب عائد عليه، المكسب عائد عليه من اسمنت حلوان واسمنت السويس. هنا في حصه مال عام، فمن حقه انا كمستثمر ان انا اخذ المكسب كله في جيبه. فبناء على كده قفل مصنع الاكياس الموجود في الشركه تحت، فتح شركة السويس أكياس الطبية، فبدأ يخرج الشكاية. بدأ يخرج الشكاية بتاعت الأسمنت من المصنع من هناك، بيوديها أسمنت حلوان وبيوديها الطبية ويحمل من هناك باسم ترى. كان شغال قبل الثورة على طول، وهم احنا يعني هم اللي وقفوه من عندهم. هم كان شغال، المفروض ان الحاجات دي كانت هتركب للفرن وكان هيشتغل على طول، ما فيهوش اي حاجه، وهو على كده ممكن يشتغل بس لولاش العمره ديت. وقطع الغيار مرميه اهي في الارض اهي في الشارع اهي، كل قطع الغيار دي جايه من 3 سنين بالظبط، والفرن زي ما انت شايف حضرتك خراب قدامك اهو.